يعني في الحقيقة خلصت أخبار ليندا الرياضية، لكن لسه أخبار الرياضة مستمرة معنا، لأن الأسبوع ده كان أسبوع كروي، كان فيه منافسات كتيرة جدا ومنافسات كبيرة. الأهلي قدر اللي هو يحافظ على الصدارة، وده بفوزه على الاتحاد السكندري، والزمالك كمان فاز على بيراميدز وأصبح في المركز الثاني، ده بالإضافة لقرعة دوري أبطال إفريقيا. الأهلي عنده مواجهة، المواجهة دي هتكون صعبة جدا مع الرجاء، وبيراميدز كمان عنده مواجهة مع مازيمبي، ونهضة بركان هيقابل المصري. خلونا نحلل الأحداث الرياضية اللي موجودة من خلال الناقد الرياضي الأستاذ سعيد علي اللي بينضم لنا على الهاتف. صباح الخير يا أستاذ سعيد. صباح الخير عليك يا أستاذ أحمد. صباح الخير عليك يا أستاذ أسامة. صباح الخير عليك أستاذ سعيد. في البداية عاوزين نعرف منك، بتشوف إزاي المنافسات اللي موجودة في الدوري، وإيه سبب تراجع مستوى الأهلي في الدوري؟ يمكن النادي الأهلي الحقيقة بيحقق الهدف المرجو منه خلال الفترة الأخيرة، بأنه بيتصدر وبفارق مريح جدا، يمكن 6 نقاط ومباراة مؤجلة عن الزمالك الوسيط، يعني 9 نقاط. نعم. في ظل الوضعية اللي تعرض لها النادي الأهلي بداية هذا الموسم من مباريات مضغوطة ومشاركة في كأس العالم للأندية وغياب لاعبي المشاركين مع المنتخب وحالة الإجهاد اللي تعرضوا ليها، في النهاية المحصلة النهائية النادي الأهلي يسير بشكل جيد جدا. تراجع الاداء هو منطقي ومبرر وواضح جدا اسبابه، طبعا بلا شك حاله الاجهاد الكبيره اللي بيعيشها وبيمر بيها اهم الاعمده الرئيسيه في الفريق، والاصابات الكثير اللي بيعانيها في غياب محمد عبد المنعم واجهاد السوليه وحمد فتحي وعلي معلول. كل الامور دي دفعت مستر بيتسو موسيماني في المباراه الاخيره امام الاتحاد انه يبدا فعليا مخططه لاداره المرحله المقبله. هيكون في روتيشن كتير، هيكون في تدوير كتير، هيكون في استخدام لعدد كبير من اللاعبين البدلاء زي ما شفنا لويس ميكيسوني، هنشوف الفتره المقبله صلاح محسن بياخد وقت اكتر، شفنا محمود وحيد خد وهياخد اكتر، شفنا كريم فؤاد. كل العناصر دي هتاخد الفتره الجايه، لان فعلا مستر بيتسو موسيماني قرر راحت عدد كبير من النجوم لانه مقبل على تحديات صعبه جدا ومراحل الحسم في دوري ابطال افريقيا بالتحديد، هتسمعوا للامر ده. طيب الاهلي عنده بكره مواجهه مع المصري، هل في وجهه نظرك موسيماني هيواصل تدوير اللاعبين في المواجهه او قبل المواجهه الافريقيه؟ بالفعل مستر بيتس موسيماني كان عنده اجتماع مع مساعديه قبل مباراه الاتحاد بايام او ساعات قليله، واتفقوا فيها على اتباع سياسه التدوير هتستمر في بطوله الدوري العام، وهيساعده في ده بشكل كبير امتلاكه عدد كبير من اللاعبين المتقاربين في المستوى. يعني النهارده لما نشوف حسين الشحات بيبدا في التشكيله الاساسيه، فانت قدام لاعب اساسي طوال السنوات الاخيره، لاعب مؤثر جدا، لاعب فعال، فبالتالي مش هتشعر كتير بغيابات، مش هتشعر كتير بتغير الشكل. يمكن هو بيسعى لتجهيز ايضا بعض العناصر اللي هيفضل يستمر بيدافع بيها زي بيرسو، اللاعب اللي عليه علامات استفهام في الاونه الاخيره وانه مستواه متذبذب مش ثابت على حال، لكن في النهايه النادي الاهلي وهو بيستخدم تدوير قلما شعرت بان في تغيير كبير او شعرت بان في فجوه ما بين اللي بيشارك واللي ما بيشاركش، فبالتالي مستمر امام المصري في عمليه التدوير الى ان يعود للتشكيل الاساسيه في دوري ابطال افريقيا بشكل كامل. نعم. طيب خلينا برضو نتكلم على الزمالك، لانه عمل ماتش كويس قدام بيراميدز، ده كمان بالرغم من النقص العددي. هل بصمة المدير الأجنبي ظهرت، ولا لسه يعني هنشوف المزيد من التفاصيل والأداء خلال الفترة اللي جاية للزمالك؟ في الحقيقة مستر فريرا من المدربين اللي انت تستطيع بشكل عاجل وشكل واجب جدا تلمس حجم التغيير في الأداء، ربما ليس أفضل حال، لكن في النهاية الشخصية البرتغالية وكذلك مدرب بخبرات فريرا يستطيع بشكل سريع انه ينقل خبراته وينقل شخصيته، وده طبعا انعكس على الفريق في بطوله الدوري، شفنا ازاي بيعود امام بيراميدز وازاي بيحرم بيراميدز من مواصلته لمطارده الاهلي ويحرمه من مركزه في وصافه الدوري. طبعا خصم صعب جدا بيراميدز هذا الموسم، بيقدم موسم استثنائي، فريق متكامل عنده عناصر اقوى سواء داخل الملعب او حتى على دكه البدلاء، فبالتالي كانت مفاجاه للزمالك يرجع مره واثنين في المباراه وانه يقدر يحقق ده رغم الظروف الصعبه اللي بيعيشها ورغم غياب اهم لاعبيه احمد سيد زيزو، الورقه الاهم في الزمالك في الفترات الاخيره كان غايب عن المباراه، وبالتالي
نقدر نقول ان الزمالك يعني بيتحسن تدريجيا. ما يحتاجه نادي الزمالك فعليا انه يعيش او ينعم بحاله استقرار خارج الخطوط زي ما ذكرت لحضرتك احمد سيد زيزو يمكن ربما غايب لخلاف يعني عوده المصابين يعني وعوده المصابين، وطبعا زي ما قلت حضرتك ينعم بحاله الاستقرار في وجود في عوده عنصر زي احمد سيد زيزو انه مهم جدا جدا واثره كبير في المجموعه. فبالتالي انا متوقع ان الزمالك الفترة المقبلة كمان بيلعب بلا ضغوط، لأن ربما مع ابتعاد الأهلي بصدارة الدوري ده بيخفف كتير من ضغوط المنافسة ويخليك تلعب بأريحية وبيخليك بتجرب طرق اللعب وتجرب عناصر. فبالتالي بشوف الزمالك حتى خروجه من دوري أبطال أفريقيا سيكون مفيد ليه، إنه بيحضر فرقة أقوى، إنه بيجهز فريق أقوى، وربما مع الوقت يجد نفسه قريب جدا من المنافسة على بطولة الدوري مش بعد أبدا. طب كابتن سعيد خلينا اتكلم معاك عن دوري ابطال افريقيا، وهنرجع الكلام عن الاهلي مره تانية. عنده مواجهه مهمه قوي مع الرجاء، شايف ان عوده الفار حاجه مهمه في الدور الثمانية؟ بالتاكيد التحكيم في افريقيا يعني واحد من المحددات الصعبه جدا او المحددات اللي بتاثر بشكل كبير على النتائج، وحتى في وجود الفار في المسابقات الافريقيه الجميع يعاني، الجميع يشكو دائما. حتى اللحظات الاخيره علي السيسي المدير الفني للمنتخب السنغالي بيصعد كاس العالم ويشكو بشكل متطرف من التحكيم، رغم ان احنا كنا كمنتخب مصر الطرف الاكثر تضررا ذهابا وايابا، ومع ذلك لا احد داخل افريقيا يرضى على التحكيم ابدا، لان فعليا اذا احسننا الظن بالحكام وقلنا ان الرشاوه غير موجوده، فبالتالي حتى جوده الاداء وكفاءه الحكام ضعيفه جدا ومحدوده جدا. فبالتالي الفار مهم ويعني عامل امان الى حد ما، بيساعد بشكل كبير خاصه زي ما حضرتك ذكرتي ان احنا مقبلين على مواجهه شمال افريقيا، ودائما ما كانت مواجهات شمال افريقيا يشوبها الكثير من الاحاديث وما يحدث في الغرف المغلقه وما يحدث في الكاف. فبالتالي صحيح. مهم جدا ان يكون وجود الفار في مباراه زي مباراه الاهلي والرجاء ان شاء الله. طيب استاذ سعيد خلينا برضو نتكلم على الاهلي بتفاصيل اكتر، لانه حدد ميعاد لقائه هنا هيكون يوم 15 والعوده هيكون يوم 22. ازاي الاهلي هيقدر ان هو يعني يستعد وهو عنده مباريتين في الدوري، يعني ده قبل المواجهه اللي حدد فيها اللقاء يعني. في تقديري النادي الاهلي خلال الايام المقبله او الفتره المقبله سيطلب تأجيل المباراة السابقة للمباراة الذهاب هنا 16 ابريل. يمكن النادي الاهلي لما تبص لجدوله بداية من ابريل وحتى وصولا الى يوم 22 ابريل هتلاقي النادي الاهلي 9 مباريات في عدد ايام قليل جدا او 6 مباريات في 13 يوم بالتحديد، فهو رقم كبير وصعب على اي نادي. اعتقد صحيح ان ده دفع مستمر زي ما قلنا في البداية لسياسة التزويد، لكنه لن يكون كافي قبل مباراة مهمة زي الرجاء هتلعب 16 و22. شفنا النادي الاهلي بيتاهب بشكل قوي لهذه المباراه، اصدر بيان رسمي امس بيطالب فيه بالحضور الساعه الكامله لجمهوره، فبالتالي هو يشعر بصعوبه الامر، يشعر بصعوبه الموقف، خاصه انك زي ما ذكرت في البدايه يا استاذ احمد النادي الاهلي فعليا بيمر بمنحنى تراجع، صحيح. في مرحله صعبه، فبالتالي هو محتاج انه يدخل هذه المباراه بكل ادواته يعني في مرحله هو عاوز على الاقل مش فكره تراجع، عاوز فيها يعني الثبات عند هذا المستوى على الاقل ان لم يكن تقديم الافضل وافضل ما لديه. صحيح. الاستاذ سعيد علي الناقد الرياضي بنشكرك يا فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر، وطبعا بنتمنى التوفيق لكل الفرق المصريه اللي عندها لقاءات مهمه يعني. ده اكيد.